السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في قالت الصحف، وهذه القراءة في أهم ما جاء في الصحف المغاربية. والبداية من الجزائر، حيث كالت الصحف الجزائرية المديحة للمنتخب الأول عقب إقصائه أمام ألمانيا في الدور الثاني لمونديال البرازيل، مؤكدة أن مغامرة الخضر انتهت بتشريف العرب وإفريقيا. نبدأ بجريدة الشروق التي عنونت في صفحتها الأولى: المحاربون يودعون البرازيل بشرف، إلى جريدة الخبر التي قالت في صدر صفحتها: المحاربون يودعون البرازيل بشرف، وفي عنوان أسفل الصفحة: الجزائر ليست أولوية للرأس المال الأجنبي. ولمناقشة هذه العناوين ينضم إلي في الاستوديو الزميل الإعلامي الأستاذ محمد مغراوي. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا بك أستاذ هشام. أستاذ محمد، نبدأ بأهم عنوان بارز في جميع الصحف، غالبية الصحف الصادرة اليوم، وهو خروج المنتخب الوطني الجزائري من مونديال البرازيل، خروج كان مشرف وكانت خسارة بطعم الهزيمة. بالحديث عن الموارد الجزائرية، عنوان آخر يثير الاهتمام: الجزائر ليست وجهة للمستثمرين الأجانب. يعني لماذا أصبحت الجزائر، والتي تحتوي على مقومات عديدة التي يمكن أن تجلب العديد من الاستثمارات الخارجية، الجزائر صارت تنفر المستثمرين أكثر من أن تجلبهم؟ نعم هشام، ربما نختم بملف الغاز الصخري. وزيرة البيئة غابت عن الحوار الوطني حول الغاز الصخري، يعني هناك عدم اهتمام من وزارة بهذا الملف الشائك الذي يثير جدلا كبيرا في الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم في برنامج قالت الصحف، وهذه قراءة في أهم ما جاء في الصحف المغاربية. والبداية مشاهدينا الكرام من الجزائر، حيث اهتمت الصحف الجزائرية صادرة اليوم بتدهور الأوضاع بقطاع غزة على خلفية القصف الجوي المتواصل من قبل طيران دولة الاحتلال الإسرائيلي لليوم السادس على التوالي، الأمر الذي تسبب في استشهاد أكثر من 100 شخص. نبدأ بجريدة الخبر التي كتبت في صفحتها الأولى: غزة بين وحشية الأعداء وظلم الأشقاء، مذبحة إسرائيلية وحصار مصري. وفي الشأن الجزائري وبالتحديد الأوضاع في غردايا، تعنون الخبر: جرحى ومنازل محروقة والوضع مرشح للتصعيد، غردايا تغرق في العنف. إلى جريدة الشروق التي طلعتنا في صدر صفحتها الأولى: مظاهرات في عدة ولايات والعاصمة ووهران على رأسها، مظاهرات ووقفات منددة بالعدوان على غزة. ونقلا عن مولود حمروش، تكتب الشروق: مشاركة الجزائر في احتفالات 14 جويلية بفرنسا ليست عيبا. أخبار اليوم من جانبها تناولت العدوان الإسرائيلي على غزة، فكتبت بالبند العريض: سامحينا غزة. وحول الوضع الأمني المتدهور في غردايا، تكتب ذات الجريدة: غردايا على حافة فتنة جديدة. الفجر هي الأخرى عنونت حول غزة في صفحتها الأولى: مقتل 100 فلسطيني وإصابة 700 آخرين بجروح غزة إنه تحت وطأة العدوان، والعالم يكتفي بالإدانة والتنديد. البلاد وفي صدر صفحتها الأولى تعنون: العرب يواجهون العدوان الإسرائيلي على غزة بالشجب والندب، العرب يبيعون غزة. إلى الصحف الناطقة بالفرنسية وجريدة الوطن التي عنونت أعلى الصفحة: دغاد فون دي ديزين دو مور et des centaines de blessés palestiniens. L'Occident témoigne sa compassion à Israël. إلى ليبرتي التي تكتب هي الأخرى حول الوضع في غزة: Le massacre se poursuit dans le silence de la communauté internationale. Gaza, plus de 100 Palestiniens tués en 4 jours. وحول تصريح حمروش تطالعنا ليبرتي: مولود حمروش أبجايا: Les prémices d'un effondrement du pays sont là. L'histoire d'Algérie, tu annoues nos belles arrive. Agression israélienne contre Gaza, plus de 100 morts en 4 jours. Ou à la tasserihati, Hamrouch, tu dis le soir, Mouloud Hamrouch, pas de démocratie sans l'aval et le soutien actif de l'armée. Ou à Nartim ou Bijaridati, la nouvelle république, la ticketabet, Haoula Gaza, Birnouan in Paris, plus de 400 tonnes d'explosifs sur Gaza, Dimouna visée pour la première fois.
ولمناقشة هذه العناوين مشاهدينا الكرام ينضم إلي في الاستوديو الأستاذ الإعلامي محمد مغراوي. أستاذ محمد أهلا بك. أهلا وسهلا بك هشام. أستاذ محمد، العناوين البارزة في صحافة اليوم هو الاعتداء المتواصل للاحتلال الإسرائيلي على غزة. وزير الدفاع الإسرائيلي يقول أن المعركة ستتوسع وستشمل البنى التحتية لحركة حماس خلال الأيام القادمة بهدف شل المقاومة. في رأيك أنت، هل هذه الحرب التي سبقتها حروب أخرى في 2008 و2012 هي استنساخ للحروب السابقة؟ نعم. مع هذه المعطيات أستاذ محمد، نحن الآن على ما يبدو أمام حرب، أجواء حرب حقيقية. يعني هل في اعتقاد، ما هي الأبعاد السياسية لهذا التصعيد، وهل هناك اختلاف في هذا التصعيد، اختلاف عن ما سبقه من حروب شنتها إسرائيل على قطاع غزة؟ إسرائيل ربما في هذه المرحلة تستغل، وبالتالي وبالحديث عن ذلك أستاذ محمد، ربما نعم. هناك متغيرات سواء كانت داخلية أو خارجية. على المستوى الداخلي هناك حكومة وفاق فلسطيني، وعلى المستوى الخارجي هناك تغير في الوضع العربي بالتحديد في مصر، والذي فقدت على إثره حماس السند الأساسي لها مع عزل الرئيس محمد مرسي. كيف برأيك أثرت هذه المتغيرات على مسار المواجهة بين إسرائيل وفلسطين؟ ولكن كيف البعض يريد أن يفهم، كيف تمثل حركة حماس تهديدا على مصر؟ الصحافة المصرية تكلمت كثيرا عن أنه حماس منظمة إرهابية وهي تمثل خطرا على أمن مصر. نعم، هم يرون، يعني هي من شقين. أما بالحديث أيضا عن المتغيرات الداخلية والخارجية، كيف برأيك استغلت إسرائيل هذه المتغيرات لتشن الحرب على غزة في هذا الوقت بالتحديد؟ نعم، هو استغلال بشع لهذه الظروف، وأحدث رعبا كبيرا، وجعلت الإسرائيليين يعيشون في الملاجئ أكثر من عايشين فوق الأرض. بالحديث عن ميزان قوى أستاذ محمد، إسرائيل أقوى عسكريا، هذا هو الواقع، وكل السيناريوهات مفتوحة أمامها. برأيك أنت، إلى أي مدى ستصل إسرائيل هذه المرة؟ هل ستقوم باجتياح غزة مثلا؟ هل برأيك هل يمكن لهذا التصعيد أن يفضي إلى صياغة جديدة للمشهد الفلسطيني الإسرائيلي، وخاصة بين إسرائيل وحركة المقاومة حماس؟ أشكرك جزيل الشكر محمد مغراوي، الأستاذ والإعلامي والزميل أيضا. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى تونس، وهذه القراءة في هم تصدر الصحف التونسية اليوم مع زميلي غفران الحسيني. تفضل غفران. هذا تقريبا أهم ما ورد في الصحافة التونسية التي صدرت اليوم. غفران الحسيني مراسل المغاربية في تونس، أشكرك جزيل الشكر على هذه القراءة. ومن تونس إلى المغرب مشاهدينا الكرام، وهذه الإضاءة في أهم ما جاء في الصحف المغربية مع زميلي نبيل عبداللوي. تفضل نبيل. مرحبا بك زميلي هشام، وبالأستاذ مغراوي، وبجميع السادة المشاهدين. هذا إجمالا أهم ما تطرقت إليه بعض اليوميات الصادرة من المغرب. نبيل عبداللوي مراسل المغاربية من المغرب، أشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاءة. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى فقرة الكاريكاتير ونختم بها، وهذه المختارات. السلام عليكم وأهلا بكم في قالة الصحف، وهذه القراءة في أهم ما جاء في الصحف المغاربية. والبداية مشاهدينا الكرام من الجزائر وجريدة الخبر، وعلى صدر صفحتها الأولى تعنون: إسرائيل تجتاح غزة برا وحماس مستعدة للمواجهة، الأبطال والأنذال وجها لوجه. وحول الأوضاع على الحدود الشرقية مع الجزائر، تقول الخبر: عزل الحركات الإرهابية في مالي ومنع الثقب الأسود عن ليبيا، الحدود الجزائرية تلتهم. ولمناقشة هذه العناوين مشاهدينا الكرام ينضم إلي في الاستوديو الإعلامي الأستاذ عثمان سابق. مرحبا بك أستاذ عثمان. أهلا وسهلا، مرحبا أستاذ عثمان. ربما ما يميز صحافة اليوم هو الاجتياح البري لجيش الاحتلال لقطاع غزة من كل المحاور، وسط أنباء أيضا عن سقوط قتلى في الجانب الإسرائيلي. برأيك أنت، أو ما هي قراءتك للوضع الميداني حاليا؟ حماس أيضا تقول أن هذه العملية اجتياح غير محسوبة، وسيكون لها عواقب وخيمة. إسرائيل ستتحمل خسائر فادحة إن قامت بهذا الاجتياح. برأيك أنت، هل انتقل الرعب إلى الطرف الآخر كما يقال؟ تطور نوعي ربما في عمليات المقاومة الفلسطينية. كيف تقرأ تطورات الحاصلة خصوصا في فصائل المقاومة
فصائل متعددة وإمكانياتها ربما كانت محدودة، ولكن الآن أبانت عن قوة وعن صمود يعني لم يتوقعه حتى جيش الاحتلال. أبرز ملاحظة نعم الحديث أيضا هناك يقول من استغرب موافقة نتنياهو السريعة لمبادرة التهدئة المصرية، وأيضا كان هناك حديث عنه أن هذه المبادرة كانت في الأصل باللغة العبرية، يعني أن إسرائيل من قامت بكتابتها. برأيك أنت هل استغل نتنياهو رفض المبادرة لاجتياح غزة؟ هل كان الاجتياح يعني مخططا له من قبل حتى من قبل المبادرة؟ لا أعتقد أنه هذا أنها أمريكا ربما استغلت أيضا رفض حماس لهذه المبادرة لتأييد العملية العسكرية على قطاع غزة. هم يقولون ذلك، هم روجوا رأيا مهما. نعم وكذلك أيضا هناك حديث عن أنه هناك تشنج في العلاقة ما بين حركة حماس والسلطة المصرية التي قادت المبادرة، ومع فشل هذه المبادرة هل باعتقادك هناك بوادر للتهدئة واتفاق دون اللجوء إلى بوابة القاهرة؟ هذا ما كتبته. ننتقل الآن إلى الشأن التونسي. جرائد الجزائرية تناولت ما حدث في جبل شعام بالعملية التي استهدفت 14 جنديا وأدت إلى مقتلهم. باعتقادك من يقف وراء هذه العملية التي تتكرر في نفس الوقت وفي نفس السياق، وحتى تأتي قبل يعني أيضا قبل تحقيق هدف من أهداف الثورة وهو الذهاب إلى استحقاقات انتخابية مقبلة ليطل هذا الغول الذي يسمى الإرهاب على تونس؟ ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى تونس وهذه القراءة في أهم ما تصدر الصحف التونسية مع زميلي غفران الحسيني. تفضل غفران. هذا تقريبا أهم ما ورد في الصحافة التونسية التي صدرت اليوم. غفران الحسيني مراسل المغاربية في تونس، أشكرك جزيل الشكر على هذه القراءة. ومن تونس إلى المغرب مشاهدينا الكرام، وهذه القراءة في أهم ما جاء في الصحف المغربية مع زميلي نبيل عبداللوي. تفضل نبيل. هذا إجمالا أهم ما تطرقت إليه بعض اليوميات المغربية الصادرة هذا اليوم. نبيل عبداللوي مراسل المغاربية من المغرب، أشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاءة في الصحافة. ونختم مشاهدينا الكرام مع فقرة الكاريكاتير وهذه المختارات. نهاية قالت الصحف، إلى الملتقى.